بسم الله، النهارده ان شاء الله هنتكلم على الفيسز، مش المقصود بيها الفيسز بتاعت الكهرباء وتصليح اللورات والحاجات دي. لا، المقصود بيها مراحل عمل المشروع. ممكن يكون انا عندي مثلا بحلم ان انا يبقى عندي فيلا صممها، فحتى في حلم مش قادر احلم ان انا اعملها مره واحده، فاقسمها على مراحل. مثلا في اوضه موجوده فعليا، في بعض الاوض لسه عاملها بعد سنتين، في بعض الاوض بعد 3 سنين، في بعض الاوض هصممها بحيث انها تبقى متكامل مع المبنى، ولما ربنا يرزق بفلوس في حلم تاني ابدا اكمل الفيلا ان شاء الله. تمام. فمن مانيش بروح لفيسز وابدا اشوف ايه المراحل اللي انا ممكن اشتغل عليها. ممكن مثلا اقول له ايه insert after، هسمي دي مثلا ايه، مثلا واحد، دي اول مرحله. بعد كده لما تيجي فلوس تانية هنسمي دي اتنين مثلا، مرحلة واحدة ومرحلة اتنين. تمام. دي الحاجات اللي اتنفذت فعلا او اللي موجودة فعلا على الواقع، وده working drawing وده learning content. ممكن تزود، ممكن تدمج اتنين مع بعض، اقول له ايه combine with previous، تدمج الاتنين دول مع بعض. ماشي. ممكن يكون مثلا ربنا رزق بفلوس كده، وواحد عارف يعمل نصايح حلوة ويجيب فلوس، فيدمج مرحلتين ويخلص مرة واحدة. تمام. الحاجات دي بقى بتفيد في ايه؟ ممكن وانا شغال اقول له انا عايز اشوف الاكسيستنج، بس عايز اشوف الحاجات اللي هي اتنفذت فعلا، عايز اشوف الحاجات اللي احنا هنكسرها. insert after الحاجات اللي هي ايه، اللي هي بايظه خالص. تمام. ودي ممكن تكتب فيها هنا اي وصف. طيب ايه الفيس فلتر؟ انا عندي هنا في فيس فلتر هشوفه في كل فيو، اللي هو دوت. لو انا اخترت شو اول، ايه اللي هيحصل؟ ده هيبقى بقى كاتيجوري، ده اوفر رايت، ده اوفر رايت، ده اوفر رايت. طب لو انا اخترت شو كومبليت هيجيب لي باي كاتيجوري. طب انا عايز اغيرها، اغير بقى منين؟ اقول له انا عايز اوفر رايت نوت ديسبلاي. يعني لو انا اخترت شو كومبليت مش عايز اشوف الحاجه اللي هي متنفذه فعلا. تمام. لو اخترت شو نيو يبقى الاكسيستنج مش عايز اشوفها بالشكل ده. اوكي. تمام. طيب انا دلوقتي مثلا اي حاجه هرسمها، قول مثلا هنا انا عايز ارسم وول، وابدا ارسم الوول بتاعتي بالشكل دوت. ماشي. عايز الاول اقول له انا على اني فيسنج، ممكن حاجه تكون مرسومه اروح مغيرها، مثلا اخليها على ديت، واقول له انا عايز ارسم حائط. ماشي. طيب انا عايز اعمل له ديموليش، هعمل ايه؟ اروح جايب المضافات، يعني الحاجه دي بعد ما بناها عايزين نهدها. تمام. في ناس كده بعد ما تبني، ودي طبعا تقريبا في كل المشاريع، الراجل يقول لك لا انا عايز اهد. طيب هد يا عم. طيب دي عايز اشوف ايه؟ عايز اشوف شو نيو بس، خلاص الديموليش خلاص اختفى. تمام. فسهل جدا ان انا اعمل الشغل كله في نفس الفيو، ولما اتكلم مع الراجل اقول له دي لوح الشغل كله، دي لوح الكومبليت، دي لوح مش عايز فلتر، عايز اشوف كل الشغل. تمام. فالحاجات دي بتسهل عليا الشغل ان انا اطلع كل لوح، وما اقعدش بقى اعمل اظهار واخفاء والحاجات دي كلها. لا، بالفيسز بقدر اتحكم في الموضوع ان انا اعمل هنا الشكل اللي انا عايزها، جرافيك اوفر رايت لو هي اكسيستنج هيبقى شكلها عامل ازاي، وفي القط تبقى عامله ازاي، ولو انا عايزها خفيفه شويه، يعني انا عايز الحاجات الاكسيستنج كلها تبقى خفيفه، فالماتيريال بتاعتي تبقى عامله ازاي. كل الحاجات دي ببدا اتحكم فيها عشان اطلع الشغل بتاعي مظبوط.